بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من فعاليات نادي القراءة والكتابة الإبداعية بكلية الفنون والإعلام بجامعة طرابلس، انطلقت النسخة الثانية لفعاليات النادي بمشاركات متنوعة للطلبة. فكرة النادي بدأت في أروقة كلية الفنون، وتنادى لها أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالكلية على أمل رفع منسوب الوعي العام بأهمية القراءة والكتابة في المجتمع. بالنسبة للنادي الإبداعي والكتابة الإبداعية، هذه كانت فكرة قسم الفنون المرئية وبالأخص أنا والدكتورة إيمان الحميدي، فحبينا نعطوا فرصة للطلاب أن يكتبوا على الخواطر وعلى القصص وعلى الأفلام، إنتاج الأفلام القصيرة. قسم الفنون المرئية بالكلية الذي راعى تلك الفعالية حرص على تنظيمها لتظهر بالشكل اللائق، إذ لم تقتصر المشاركة هذا العام على طلبة الكلية فحسب، بل شهدت هذه النسخة حضورا واسعا من طلبة كليات الجامعة. الطلبة كانوا على موعد مع مسابقة الإلقاء الشعري والخاطرة والقصة وملخصات الكتب والعروض المرئية محاكاة للنصوص والصور والرسومات المتعلقة بكتابة السيناريوهات. تفاجأت بالكم الهائل من الإبداعات الطلابية، سواء كان في مجال القصة أو الرواية أو مراجعة الكتب أو تلخيصها أو حتى الأعمال الإبداعية من خلال السيناريوهات، من خلال الأعمال الدرامية التي تقدم بحكم تخصص هذا القسم اللي هو قسم الفنون المرئية. هذه الإبداعات الجميلة التي أتحفنا بها قسم الفنون المرئية كانت هي السبب الرئيسي لإشهار نادي القراءة والكتابة الإبداعية. بادرة بدأت تنمو بشكل تدريجي بكلية الفنون، وتفرعت أغصانها إلى الكليات الأخرى، ويهدف القائمون من خلالها إلى ترسيخ أهمية القراءة لدى الطلبة وتنمية المواهب الأدبية والفنون الإبداعية باختلافها، وتجميع الطاقات الشبابية وتوجيهها ليكون رافدا ثقافيا.